سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في احسن الاحوال. ولي اول مرة كتشوف قناتي كنقول لها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائلة ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه رزيزة من اروع ما يكون، رزيزة اللي كتجي رقيقة على شعرها، ممكن تدوزوها من عين البرا كيف كتشوفوا، كتجي ناجحة مليون في المية. وغادي نقدمها لكم بطريقة اللي هي جديدة، بلا عذاب بلا محين بلا تمارة، رزيزة اللي كطيب في الفرن. اكتشفوا معايا المقادير والطريقة، وإلا عجبكم لافيديو ديالي ما تنسونيش من لايكات والتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل، ونخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة. غادي نحتاجو في المقادير، عندي هنا 600 غرام تاع الدقيق الابيض، يكون من النوع الممتاز ويكون مغرب الاكيد. غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال العسل، اللي تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال السكر الخشن السنيده. انا كنفضل العسل لانه كيعطيني واحد اللون زوين فيه هكا في الرزيزه او في المسمن، كيعطي فيها واحد اللون اللي كيكون مذهب. وغادي نحتاجو الماء بارد، يعني الماء من الروبيني، باش غادي نجمع العجينه تاعتي. هادو هما المقادير، يعني مقاديرها بسيطه ومتوفره في كل بيت. بحسب الماء بارد، العجينه ضروري خاصها تكون قاصحه باش هاد الرزيزه تاعتنا تنجح معانا. العجينه خاصها تكون قاصحه بزاف، يعني ماشي بحال العجينه تاع الرغيف او المسمن العادي. هنا غادي نجمع العجينه تاعتي، غادي نبقى نضيف في الماء بشويه بشويه حتى تجمع لي العجينه. وضروري البنات، وكنأكد العجينه خاصها تكون قاصحه مزيان. وهنا البنات انا درت العجينه هنا في سطح العمل او فوق الخرم بالجيني ساهله باش نجمعها وندلكها شويه مزيان. ضروري خاصها تدلك، كيف كتشوفوا العجينه راه كتبقى قاصحه، هانتوما كيف كتشوفوا معايا خاصها تكون قاصحه بزاف. بالنسبه للبنات، هاد الرزيزه هذه ممكن كتحتفظوا بها حتى في المجمد، كديروها في بلاستيكات وكديروها في المجمد، والوقت اللي كتبغيوها فكتسخنوها، يعني ماشي كديروها في المقلاة او في الفرن، فكديروها في الكسكاس كتفوروها كترجع بحال الله كي مصايبينها. هاد الفكره هذه بغيت نقولها لكم في الاخر تاع الفيديو، ولكن نسيت ودخلتها لكم غير هنايا. المهم بغيت نشارك معكم حتى الطريقه كيفاش تحتفظوا عليها. العجينه تاعتي كيف كتشوفوا كتكون باقا قاصحه، باش هكا غادي ترطب لينا، فغنديروها في واحد البلاستيك ونغطيو عليها ونخليو واحد 10 حتى 15 دقيقة حتى ترتاح العجينة تاعنا. هكا كتجينا ساهلة باش نخدموها، وملي ترتاح العجينة تاعتي غادي نرجع لكم باش ان شاء الله نشكلوها. وهنا من بعد ما خليت العجينة تاعتي 15 دقيقة كيف كتشوفوا، فغادي ندوزو دابا باش غادي نشكلو العجينة تاعتنا. غادي نطلقها هكا على الطول كيف كتشوفوا البنات، انا خليتها 15 دقيقة، هي شوية بدات كترطب، يعني مابقاتش قاصحة كيف كانت، واصلا انا دلكتها مزيان. ضروري باش هاد الرزيزه تنجح معاكم دلكوها مزيان. هنا غادي نقطع هكا العجينه ديالتي، وهنا من بعد ما صايبت العجينه تاعتي كامله درتها هكا حريبلات او درتها هكا بالطول، فغادي نديرها في واحد البلاستيك باش عاود ترتاح ليا، وغادي نخلي وحده باش غادي نخدم هكا. غادي نديرها في واحد في بلاستيكه، وغادي ناخذ هاد الاولى اللي غادي نبدا بها. درت هنا زلافه فيها شويه تاع الدقيق الفورس، وغادي ندافع عليها قياس واحد جوج معالق او ثلاثه ديال مايزينا ولا النشا. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا، وهما باش غادي نورق هاد العجينه اللي عندي. مايزينا كتعطينا لهاد الرزيزه كتجينا مقرمشه، وكتساعدنا باش الرزيزه كتجينا رقيقه، يعني كتجينا على شعره. وهنا انا درت الزبده، درت الزبده النباتيه ودرت الزبده ديال التوراق، غادي نذوبهم مع الزيت. وهما فاش غادي باش غادي نخدم الرزيزه غادي نحطهم يذوبوا بما انا ورقت هاد العجينه اللي عندي. وهنا خديت الكويرات اللي عندي، غادي نطلقهم بالوراق او الدلاك، وغادي نستعين بالدقيق اللي خلطته مع النشا باش غادي يسهل عليا هكا والعجينه ما تلصقش ليا. غير الكميه تاع الدقيق باش غادي تخدموا ما تكثروش بزاف، يعني غير واحد رشه قليله كافيه. كنطلق كل كويره بوحدها، وكنرش كيف قلت لكم الدقيق والنشا حتى غادي نكمل الكويرات اللي عندي كامل.
ومن بعد ما كملت الكويرات التوراق بدلاك، فخديت دابا هنا الوراقه او الاله الخاصه بالتوراق، وغادي نعاود نسرح فيها هكا العجينه تاعتي. كناخذ كل كره بسطتها بدلاك، غادي ندوزها في الوراقه. هنا عندي الرقم واحد هو العريض، وكتسالي في الرقم 9، يعني الرقم 9 هو اللي كيعطيني العجينه رقيقه بزاف. هنا غادي ندوزها في الرقم واحد هو الاول، ومن بعد كندوزها في الرقم 4، وغادي ندوزها في الرقم 6، وغادي ندوزها اخر يعني اخر مرحله غادي ندوزها في الرقم 8. السمك اللي كيعطيني رقم 8 هو اللي كيجيب لي يعني الرزيزه تاعتي رقيقه بزاف. وانتم كتبقى على حسب الوراقه، كاين اللي كتبداو بالرقم 9 وكتسالي في الرقم 1، ففي هذه الحاله غادي تبداو بالرقم 9 وغادي تساليوها في الرقم 2، غيجيكم السمك يعني مزيان، كتكون العجينه رقيقه. وما بين كل توريقه وتوريقه كنرش هكا شويه تاع الدقيق اللي مخلط مع النشا، باش هكا ملي كندوز العجينه تاعتي او كنلفها كنطوى ما كتلصقش معايا نهائيا، وما كتجينيش صعيبه حتى في الخدمه كيف كتشوفوا. فكنطويها بالطريقه اللي انا بغيت هكا باش كنتحكم فيها وكندوزها بسرعه في الوراقه. غادي نستمر بنفس الطريقه كيف قلت لكم حتى نوقف في الرقم 8، ومن بعد غادي ندوز باش غادي ندوزها في الجهه تاع السباكيتي، يعني اللي كتخرج ليا كالعجينه خيوط. ومن بعد ما كملت العجينه تاعتي كامله، فدزت دابا كندوزها في الجهه الخاصه في سباكيتي. كيف كتشوفوها كدوز بكل سهوله وكتخرج لينا العجينه اللي هي رقيقه. حنا كنطلقوا وحنا كنجبدوها هكا للقدام باش ما تجمعش لينا كلها في التحت ديال الماكينه وهكا كتعجل لينا. صافي، من بعد ما غادي نطلق الشريط كامل اللي عندي كنجمعوها كامل الوسط، يعني بحال كنديروا على جوج كيف واضح معكم في الصوره. كنجمعوا وهذوك الخيوط اللي كيبقاو ليا صغار فكنجمعهم بوحدهم وتا هما كنشكلهم. وهنا خديت الزبده بجوج الانواع اللي ذوبت كيف قلت لكم، درت زبده نباتيه وزبده ديال التوراق مع شويه تاع الزيت. ضروري حتى تبرد لينا الزبده، ما نخليوهاش سخونه ونديروا فيها العجينه، ماشي تجمد غير كتبرد لينا. هكا كنشد هذاك الخيطه او الخيوطه ديال العجينه، فكنجمعهم وكنغطسهم كاملين في الزبده بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، حتى كيتشربوا ليا كميه تاع الزبده كثيره. ومن بعد كنبدا نعصر فيهم البنات، ما تخافوش على العجينه راه ما كتعجنش وما كتلصقش نهائيا، واخا كتعصروها كيف كتشوفوا رانا كنعصرها مزيان، يعني كلشي داك الزبده اللي هزات حيدات منها، فكتجي الرزيزه اللي هي ناشفه وما كتجيش مدمه بزاف وشاربه هكا الزبده كيف معتادين على الرزيزه، يعني كتستهلك لينا كميه تاع الزبده كثيره. فانا هاد الكميه القليله تاع الزبده اللي درت غادي نخدم بها الرزيزه كامله، وشاط لي منها واحد شويه مازال. صافي، من بعد ما كنعصرها كنحطها كنحلها هكايا وكنخليها حتى كترتاح شويه، وكنبدا بحال كنجبدوها شويه بيدينا، يعني ما كنزيروش علينا، زيرنا غادي تقطع غير هكا بصبيعتنا، كنبقاو نديو فيها ونجيبو فيها وكنزيدو هكا كنزيدو نرقوها. ودوك الخيوطه كيجيو رقاق بزاف، يعني كيجيو على شعره رقيقه رقيقه البنات، كتجي كتشوفوا الطريقه كيفاش كنخدمها. كل شريط او كل حربول تلقصو كنخليه حتى كيرتاح وكندوز نوجد حاجه اخرى. من بعد كنجي غادي نجي باش نلفهم هكا على ايدي. وهنا خليت العجينه كترتاح ودست باش كنكمل الكويرات اللي عندي، غادي نطلقهم كاملين في الوراقه وغادي نحطهم يرتاحوا. من بعد غادي ندوزهم في الجهه اللي هكا الخاصه في سباكيتي كاملين، وغادي نبدا نديرهم هكا في الزبده، يعني باش نحيد عليا الخدمه في مره. هنا من بعد ما كملت العجينه اللي عندي كامله، فبديت كنطلق فيها كيف كتشوفوا بيدي هكايا كيف قلت لكم، غير بالاصابع تاعي كنطلق وكنعاود نطلق من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى حتى كنكمل. من بعد كنلويها على ثلاثه الصبعان، يعني كندير ثلاثه الصبعان وكنبدا نلف بهم طريقه اللي هي ساهله البنات وبسيطه. من بعد ما كنكمل الشريط اللي عندي فكن هكا كنحطها وكنقرصها صافي، وكنخليهم يرتاحوا. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله حتى نديرها كامله قريسات، وغادي نخليهم يرتاحوا ضروري في المرحله دي ما يرتاحوا ليا باش هكا كيجوني ساهلين في التقراص. ومن بعد غادي ندوز باش نقرصوهم ونطيبوهم.
وهنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله فعطاتني هنا 7 ديال الرزيزات كبار، ولا بغيتوهم صغار كتعطيكم حتى 12 حبه الا صغرتو. فانا هنايا درتهم كبار بزاف يعني باش هكا ما كانش عندي الوقت، وما بعض المرات كنديرهم هكا صغيورين. فهاد القياس هذا كيف قلت لكم كيعطيني 12 رزيزه اللي كتكون صغيره. هنا غادي ندوز باش نقرصهم، قرصو في التقراص البنات ما يكونوش رقاق بزاف، غير هنا مع الكاميرا ما عرفتش علاش كتبينهم رقاق، راه ما كنرققهاش بزاف باش ما تجينيش قاصحه، كتجي رطبه من الداخل. صافي غادي نحطهم هكا في اللاطه. اللاطه البنات ما دهنتها ما حتى شي حاجه، لانهم هما فيهم كميه الزبده كافيه، ما نحتاجوش ندهنوا هكا اللاطه. غادي نقرصهم كاملين. من بعد ما قرصتهم فستفتهم في اللاطه كيف كتشوفوا، غادي ندخلهم الفران اللي سخنته من قبل، ولكن درجه الحراره كتكون مهيله، درتها على 120 باش يطيبوا ليا هكا مزيان من برا ويطيبوا حتى من الداخل، وكيجيو مقرمشين من برا كيف كتشوفوا. هنا من بعد ما صافي خرجتهم من الفران فغادي نجمعهم، لفيتهم في واحد المنديل ودرتهم في بلاستيك وخليتهم حتى رطبوا ليا مزيان، ما تحلوهمش البنات وهما صغار كتهرس كامله، ضروري مديرهم في المنديل وفي بلاستيك باش هكا هذاك درجه الحراره تاعهم كترجع ليهم وكيجيو رطبين. هنا من بعد ما رطبوا فدرتهم في طبق التقديم كيف كتشوفوا، وغادي نحلهم قدامكم وتشوفوا النتيجه. الصراحه نتيجه اللي جد رائعه، كيجيو لداد بزاف بزاف وكيجيو على شعري البنات كيف قلت لكم. ممكن دوزوهم من عين لبرا، يعني واحد الرزيزه اللي رقيقه بزاف وكتجي يعني وكتخرج لنا هاد الكميه اللي كبيره، ها 7 حبات تبارك الله، راه عمروا لي واحد الطبسيل كبير بعد ما حليتهم، وكيف كتشوفوا نتيجه اللي رائعه رائعه البنات. كنتمنى كلكم باش تجربوا هاد الرزيزه هادي، خصوصا الناس اللي كيحماقوا عليها بحالي. صافي البنات كيف قلت لكم رزيزه بلا عذاب بلا تماره، وكطيب في الفرن وكتخرج لنا كميه اللي هي كثيره، وكتجي ناجحه مليون في المية. الى عجبكم الفيديو ديالي كيف ديما وعجبتكم هاد الرزيزه هادي، ما تنسونيش من اللايكات تاعكم والتعليقات اللي كتشجعني وكتحفزني باش نكمل معكم ونزيد القدام، وتبارطاجيو ليا الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده، ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.